ترائب هي والمدارس فينا هي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اولا الشكر موصول من جميع اولياء امور تلاميذ مؤسسه اسماء نور لقناه الطنجاوي. صراحه هذه القناه هذه اللي كتحس بالنبض ديال الشارع المغربي، وحنا من هذا المنبر كنشكروها على المجهودات الاعلاميه ديالها، لانها فعلا منبر حر ومستقل. سيدي حنايا جينا هنا اليوم بعد يعني واحد التتويج مجموعه ديال المراحل اللي اقتنعها مع هذه المؤسسه هذه، لان هذه المؤسسه صراحه جاءت كورونا وفضحت وسقط القناع وكشف المستور، بينات على ان التعليم الخصوصي لا يعتبر حقيقه رافده من روافد ديال المعرفه وديال التنميه البشريه، بل على العكس من ذلك ان هذا القطاع هذا هو بين ايدي غير امينه. للاسف الشديد التعليم الخصوصي في المغرب قاطبه لم يكن يعني على قدر المسؤوليه، لم يكن على قدر الثقه التي منحته الدوله اياها، لان الدوله اعطته انه يدير ويدبر واحد القطاع خاوي، واحد الخدمه عموميه. الاسماء فيها يعني المسميات ديالها هي انها الناس خصهم يصدروا المعرفه والاخلاق والتربيه، ماشي يكون عندهم منطق ديال المنطق البشع، منطق ديال الابتزاز. للاسف الشديد حنا جينا ومدينا لهم يدنا وقلنا لهم باننا حنايا كمواطنين ديال بصح غاديين نساهموا مع المؤسسه ديالنا بواحد 50% ديال الاداء، وما ناقشناش معهم هذا ديال المعيار ديال اننا غادي يكون الخلاص على قدر المنتوج. بغيناش ندخلوا معهم في هذا النقاش هذا، لا، في الاول بغينا نكونوا شويه الناس لابقين، لان الجائحه تفرضت علينا جميعا وفرضت الشروط ديالها والمعايير ديالها على الجميع. ولكن للاسف المؤسسه يعني للاسف الشديد قال لك اسيدي خصها تخلص 100% ضاربه عرض الحائط كل المفاهيم ديال التضامن والتآزر اللي كتفرضها الجائحه، وكأن حتى شي حاجه مواقعه في البلاد. هاد الناس اللي جاوا اليوم ما بقاش عندهم مشكل ديال الخلاص، بقى عندهم مشكل انهم تمسوا في الكرامه ديالهم، ان هاد الناس كيتلاعبوا علينا بما في الكلمه من المعنى. ولذلك حنا اليوم جينا الان ماشي باش كنهضروا مع السيد هذا، اليوم جينا باش نوصلوا الصوت ديالنا للمسؤول على هذا القطاع ديال التربيه. كفاه من الاستغلال ديال الاسر المغربيه، كفاه انكم تبقاو صامتين وانكم ساكتين. هذا القطاع هذا ليس في ايدي امينه، هذا القطاع هذا عند ملشكره، عند الناس ما عندهم لا علاقه لا بالتربيه ولا بالمقاوله، لانه كان هو مقاول وتاجر ديال بصح غادي يعرف بانه غادي يخسر تقريبا 80% ديال التلاميذ من هذه المدرسه. شمن الربح كيتكلم عليه؟ انا من اللي غادي ندير هجره وهاد الناس كلهم غايديروا هجره جماعيه الى التعليم العمومي او لا شي زمار اخر، عفوا على هذا التعبير هذا. شمن الربح غيبقى عند هاد مول المؤسسه هذا؟ وحتى من منطق ديال التربويه ولا من منطق ديال المعرفه هاد الناس هادو بعاد عليه بزاف نهائيا. ولذلك انا يسجل يعني بكل اسف ان المدرسه تعامل مع اولياء الامور بهذا المنطق هذا، وكان التمسوا من المسؤولين انهم يتدخلوا لعلاج هذه الازمه هذه اللي هي ازمه هيكليه. حنايا راه مشينا قرينا ولادنا في المدرسه الخصوصيه على اساس اننا هزينا عبء على الدوله، لان القطاع ديال التعليم هو قطاع مفروض على الدوله، الدوله هي اللي خصها تقري ولاد الشعب، لان من هذه المدرسه كيخرج المحامي، كيخرج القاضي، كيخرج رئيس الحكومه، كيخرج الوزير، وكيخرج حتى وزير التربيه الوطنيه. هذا قطاع حيوي ما خصش تعطى الناس ما عندهمش ادنى فكره على المواطنه. هذا القطاع هذا خصو يتعطى الناس اللي هما فعلا المناضلين. راه القطاع الخصوصي ولا المدرسه الخصوصيه ملي خرجت غادات الاستقلال كان الفكره ديالها هو انها تكون ضد التعليم ديال المعمر. راه المدرسه الخصوصيه كانت حافظات على الهويه المغربيه، حافظات على الثقافه الاسلاميه، ماشي هي المدرسه الخصوصيه الحاليه. المدرسه الخصوصيه الحاليه راه يعني داشع باكثر تجلياتها. السلام عليكم. حنايا اليوم هنا في واحد الاطار ديال واحد الوقفه، اذا طلبنا منهم الحوار، رفضوا رفضا قاطعا،
ما بغاوش ابدا يعني يتنازلوا ولا يتفاوضوا معنا ولا يعطيونا شي حلول منطقيه. حنا المطالب ديالنا فهي مشروعه، كنطالبوا فقط يعني تكون الانصاف، الاجر مقابل العمل. حنايا ما يمكنش غادي نخلصوا واحد الخدمه اللي هي ما تاداتش اصلا، يعني يكونوا واقعيين ومنطقيين. ازمه كورونا ازمه عالميه اللي تاداو بها كل الاسر ديال يعني ديال العالم، ما يمكنش يكون هذا التعنت في الحوار وما ينزلوش وما يحسوش يكون تضامن يعني مع المتضررين، وراه كلشي متضرر. اما باش تقول يعني واحد الاسره دون اخرى غادي يتعامل مع واحده ولا جوج الناس، هادشي غير منطقي. وحنايا ما غاديش نتنازلوا ابدا، وحنايا تابعين المطالب ديالنا والحق يؤخذ وحقوقنا كلها مشروعه، وحنا معاهم الى الاخر ان شاء الله. السلام عليكم، معكم ولي الامر من مؤسسه اسماء نور. جينا هنا كنحتاجوا على الجانب المادي اللي ما بغاتش يتفاوض معنا في المؤسسه. صراحه جينا عند السيد، جينا رغمنا عليه التفاوض، جلس معنا وعدنا بان غينزل ينشر البلاغ ديالو في موقع رسمي. هاد الساعه باقي كنستناوه حتى شفنا غير كيتبارطاجا في الجروب. عاودنا جددنا معاه لقاء، السيد رفض كيتماطل، ما كيعطيناش الوقت. دونك اليوم عاود جينا باش نتفاوضوا معاه، شد علينا باب الحوار، خلانا واقفين في الزنقه. دونك هادشي المؤسسه هادي حقيقه احنا 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 بغينا نضمنوا معاها، لان اصلا وليداتنا ما قراوشي، قراو في الواتساب، والواتساب ماشي شي بروغرام ديال القرايه ولا شي حاجه، هذا بروغرام غد تشات. صعيب تقري ولادك في الواتساب. عندي انا ولد ديال 3 سنين، 4 ديال 4 سنين، كيفاش غادي نقريه في الواتساب؟ واش العيل كيعرف الواتساب ولا واش قادر تليفون؟ عندي بنت في السي بي عندها ضعف في النظر، ما كتقرا في الواتساب لا والو. وهذا السيد هذا كيطلب نخلصو 100%. دونك حنا ضامنا معاه، لان حنا في الجائحه وحنا مغاربه معروفين علينا التضامن والكرم، ضمننا معاه نخلصوا معاه 50%. السيد ما بغاش ينسق معنا في التضامن ديالنا. وكنطلب من الوزاره الوصيه ان شاء الله بحول الله تدخل في اقرب وقت تحل معنا هذا المشكل هذا، لان حتى الساعه باقي وليداتنا ما عرفناش المصير ديالهم، واش غيبقاو في هذه المؤسسه، واش غنشوفوا مؤسسه اخرى. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.